باذنجان طيب. هي يو، اهلا بكم في سلسله فيديوهات اعمل ايه. تعمل ايه عاوز تتفسح في مول العرب؟ ايوه النهارده نروح مول العرب، هنتفسح ونلعب وناكل ونحل، وهيكون معايا ولاد اخواتي. يلا بينا نشوف الحوار ده. الواد يا عم ما لسه ما كملناش ثانيتين، عمال يشك. لو شورت على حاجه ثانيه اقطع لك صباعك. عمال خاله خاله دكتور سترينج فور ارمي بيتفرج على بنت تن. ورحنا على فليب اوت. ايه الاخبار؟ ازيك يا فنان؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. وعشان نوفر استخدمنا ابلكيشن وفرها، الساعه ب 165 بدل 225، والشراب ب 35 جنيه بره سعر التيكت سواء من وفرها او بره وفرها. فيلا بينا. طيب مبدئيا كده وقبل اي حاجه، اصلا العب يا كنت موت. وعندهم العاب تانية غير الترامبولين. تعالى طلعك يا سما. وعندهم ملعب كورة. عصام الحضري ده، عصام الحضري ده. اوت اوت روح. الله مارادونا، مارادونا هدف مارادونا. بس يلا بس جول. هدف مارادونا اهو. بقى سايب جونك ليه؟ انت سايب جونك وبتعمل ايه؟ يا لهوي يا لهوي. بعدين طلعنا على الفود كورد عشان ناكل. يا ولاد تركبوا الاوتوبيس لندن اشاويلو. عندك مكان ل عندك مكان ل 17. اول ما تخش الفود كورد هتلاقي هارد اتاك وعامل عروض على وفرها، فيلا بينا نشوفها. واول عرض سندوتشين حرفت السبايسي واتنين فرايز ولتر كولا ب 150 جنيه بدل 217. بس احنا جبنا عرض الفاميلي، اربع قطع بروستد واربعه ستريبس واتنين رز واتنين بطاطس وكورسلو ولتر بيبسي ب 265 بدل 525. ولادي اخواتي لسه مخلصين امتحانات وعايزين نفرح. ولاد اختي انت الامن ايه؟ ليه بتطلع شرار مننا؟ وجي الوقت عشان نحل، وطلعنا على كولد ستون وينفع اي حد يدخل جوه عادي. هدوق بس الفوزدو. فوزدو وديني وتشقط الايس كريم كمان. الله 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 يلا بينا. قلت الايس كريم 90 جنيه بس لو طلبنا عن طريق وفرة هناخدها ب 60 جنيه بس. والبراونيز او الوافل ب 50 جنيه بدل 70. أحلى حاجة في كولد ستون تيجي تخش تعمل اللي أنت عايزه وأنت خارج ممكن ما تحسبش. بتنجان تايم. بس أنا كنت نقاش قديم. أنا ورايا حاجة مش شغلاني عندهم بستقبل بولات. بص عليا أنا فين؟ نشن امضي يا شوال، ابعد اوعى القميص. ايه يا عم؟ ايه ده؟ انتوا بتشتغلوني؟ حلوهم بينهم دول. وانا ايه في تركيا؟ اكلها برضه. ولا كولد ستون كولد ستون كريم ملكوني لو عايش كم مات تاني بعد اللي سمعه ده. شربتنا خلاص. طيب يا سيدي شكرا كفايه. ومول العرب عامل برومو كود مع وفرها، لو استخدمته هتاخد 20% كاش باك، يعني اي حاجه هتدفعها هيرجع لك منها 20%. ولو معاك اطفال اقل من 12 سنه خدهم واطلع على بيلي بيز. Even mocks about with those who cannot fleet.
ده مكان للاطفال والتيكت ب 300 جنيه بس لو استخدمت ابلكيشن وفرها هناخدها ب 210 والمرافق ب 70 بدل 100 اللي هو انا يعني بس عادي ممكن المرافق يلعب خبيني انا متنكر يلا يا حبيبي انزل يا حبيبي البتاعة تتكسر بيا الاطفال ولا ولا زقنا يا برنس والنبي تعالى يا ملك زقنا يا مالك زق يا جدعان فيها جدعان فيها مالك ما تنشف خلاص خلاص يا مالك ده انت هيجيلك الفتاه مالك صاحبي ده والله ما اعرفه انا لسه شايفه من قبل ما هو لا يعرفني هو رجوله انا معاك كور واخرمهم دين الاطفال ايه يا حماده انت اتكحرت وانت نازل ايه يا حماده في ايه هو ايه اللي تاتش اخلع يا حبيبي يلا اخلع انت اخلع انا ماشي يا حبيبي انا اخلع انا يلا يا مالك 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 خليني نازل ميت نجينا يا رب وفي النهايه حبيت اوصل لكم ان احنا نقدر نخرج وننبسط ونوفر فلوسنا وبس كده كل الفيديو خلص اشوفكم الفيديو الجاي فهب هب 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 اصبر الف يا لهوي يا لهوي يا جدعان مالك ده اخويا اخام صاحبي هو اللي بيحصل الله 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 هما بيعملوا هما ليه بيهينوا الايس كريم كده